هاي ريكورد. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، معناته اليوم راح نبدا بال اللهم صل محمد بالسترينجز. حكينا سترينج مسبقا انه اي سترينج بقدر اشكلها كالتالي، مثلا اس تي بتساوي يرموك يونيفرسيتي. فصارت عندي هون كلمة يرموك يونيفرسيتي مخزنة متغير اسمه اس تي. والله يا شباب اللي حاط السماعات تبعته ناسيهم يجيبهم. مين؟ الكل تمام هيك هسه. اوكي، فصار عندنا هسه جملة كلمة يرموك يونيفرسيتي او جملة يرموك يونيفرسيتي مخزنة متغير اسمه اس تي. اوكي، هسه السترينج طريقة تعاملها بتختلف عن طريقة تعامل الأرقام العادية. إحنا لو نخزن رقم A بتساوي 30 على سبيل المثال، إحنا هون خزن لي غرفة مقدارها على سبيل المثال ممكن 2 بايتس مثلا، وحط لي الرقم 30 بالغرفة هاي أو بالغرفتين هذول. بالنسبة للسترينج كل حرف بخزنه بغرفة، كل حرف من هذول بخزنهم بغرفة، والغرفة هاي حجمها 2 بايتس مش 1 بايت. اوكي، يعني 16 بت يعني 2 بايتس. اوكي، فبالتالي اذا كان على سبيل المثال هاي الجملة مثلا لو بدي اكتب هون A B C مثلا، فال A B C هاي حجمها راح تاخذ بالميموري 6 بايتس. ليش؟ لانه كل حرف اخذ 2 بايتس. طبعا في كمان بايتس بياخذهم الكمبيوتر لحتى يحجز انه هاي هون نهاية السترينج بغض النظر، لكن الاس تي المتغير اللي اسمه اس تي راح يحجز 6 بايتس، ما راح يحجز، راح يحجز 3 غرف، غرفة راح يحط فيها الاي وغرفة للبي وغرفة للسي. احنا تعودنا انه المتغير بيحجز غرفة واحدة. السترينج المتغير بيحجز بعدد الاحرف الموجودين عندنا بالسترينج. حتى لو في فراغ هون هاي كمان بحسب لي اياه كغرفة، بخزن الفراغ هذا بالغرفة هاي. فبالتالي هاي الجملة اللي اسمها ST، اوكي، الجملة هاي اللي اسمها ST حاليا راح تاخذ 4 غرف مشان يخزنها الكمبيوتر بالذاكرة. هسا اهم شغلة انه نعرفها بالST هاي، انه لما بدي اكتب مثلا ST2 بتساوي A B C زي هيك، هذول الثنتين بالنسبة للبايثون مش متساويات. ليش؟ لأنه حكينا احنا كل حرف بخزنه البايثون باستخدام الرقم تبعه. حكينا الـ A small إذا ذاكرين 97 أعتقد، والـ A capital إذا ذاكرين حكينا إنها 65. فبالتالي الكميتين هذولا مش متساويات، يعني لو تيجي تكتب if statement if ST بتساوي ST2 هذا الشرط راح يكون خطأ، ما راح يكون صح. ليش؟ لأنه الثنتين مش متساويات، ما بتساوي لغير بحالة واحدة لما يكون مثلا زي هيك، هيك متساويات. هسه هون لو عملنا مثلا جبنا الفراغ حكينا هل بصير أقارن جملتين بأطوال مختلفة؟ جواب بصير. شو اللي بصير؟ بخذ لك إياها حرف حرف، حرف الـ A ما هون ما حرف الـ A ما هون متساويات، كمل. حرف الـ B من هون ما حرف الـ B من هون متساويات، كمل. حرف الـ C من هون مع فراغ من هون، حرف السي من هون قديش الاسكي كود للسي؟ اذا قلنا الاي 97 هاي 98 معناته هاي 99، والفراغ اللي ذاكرين قديش قلنا الاسكي كود تبعه؟ 32 بالضبط. فبدي اقارن 99 مع 32، فبالتالي مش متساويات، فبالتالي هذا الشرط راح يكون خطا بالحاله هاي. اوكي، ممكن تحط انه الـ A الـ ST أكبر من الـ ST2، هسه نفس الشيء بقارنهم حرف حرف، A capital مع A capital، B مع B، C اللي هي 99 مع 32، مين أكبر 99 ولا 32؟ 99. فبالتالي هذا الشرط راح يكون صح، الـ ST أكبر من الـ ST2. أوكي؟ وهلما جرن عليها وقيس كل الشروط الثانية. فبالتالي بقدر اقارن السترينجز باستخدام لوجيكال كونديشن معين اللي بدك اياه، ولحتى تعمل اي شيء بدك اياه، مثلا حتى تعرف انه هذا الحرف حرف معين مثلا ولا اي شيء بدك اياه.
فهاي أول خطوة من خطوات السترينج. الخطوة المهمة إنه كل حرف من هذول بيخزنها بغرفة، فهون راح تأخذ 3 غرف، وهون راح تأخذ 4 غرف. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، في عنا إشي أو في عنا 2 functions بنتعامل فيهم نستخدمهم مع السترينجز بكثرة، أو 3 functions. أول يعني function اللي هو عبارة عن طريقة لحتى تعطيني معلومات من السترينج. الفانكشن اللي بنحكي عنه طريقة لحتى نعطي حتى نستخدمها مع السترينج عشان تعطينا معلومات من السترينج. أول واحد اللي هو len، L-E-N، له اختصار لكلمة length، اختصار لكلمة length. معناها بكل بساطة إنه مثلاً A بتساوي، أو مثلاً بتاخد V بتساوي اللين للاستي 2. هيك بالصورة هاي استخدام اللين. اللين هو عبارة عن اقتران، نعطيه string، شو برجع لي؟ طول السترينج هاي. فالاستي 2 كم حرف؟ 1 2 3 4. فبالتالي الفي راح تكون عبارة عن رقم 4، برجع لي انتجر. اللين برجع لي انتجر، فهون بعمل print للفي. إذا شرح يطبع لي معناته هون راح يطبع لي 4 بدليل على انه الفي فيها طول الاستي 2. لو حطيت الاستي لحالها مش الاستي 2، بدش راح يطبع لي هسه، راح يطبع لي 3. ليش؟ لانه الطول اختلف. بالضبط، لانه الطول اختلف. الفراغ برضه بياخذها على اساس انها حرف، برضه الفراغ بياخذها على اساس انه حرف. هاي 10 هون، مع انه في 3 احرف هون، لا بس من الفراغات لا تخزن على اساس انها كاحرف كمان. اوكي، باول الجمله ولا باخر الجمله ما في عندنا اي مشكله. فبالتالي اول طريقه لحتى نعرف قديش عدد الاحرف في السترينج هاي اللي هو اللين. بكل بساطه ممكن اكتب برنامج كالتالي، مثلا اكتب برنامج على سبيل المثال حتى يدخل رقم او اسم نيم، مثلا nm بتساوي input enter your name على سبيل المثال. بعدها بدي أخليه يطبع طول الاسم اللي استخدمناه اللي دخلناه. بكل بساطة بكتب هنا print len nm، المتغير اسمه nm. أوكي، فبالصورة هاي اللي عندي هون بقدر أجيب عدد الأحرف اللي استخدمناها بالتدخيل لحتى أخزن المتغير اللي اسمه nm. فبالتالي هون أول شيء بيطلب مني الاسم، بقول له مثلاً روق بصول، اكبس انتر، بيعطيني عدد الأحرف 11 بالإضافة إلى السبيس اللي ممكن تحطه أنت. فهاي أول طريقة ممكن نشوف فيها عدد الأحرف تبعت الجملة اللي هي باستخدام الين. الفانكشن الثاني والاقتران الثاني ممكن نستخدمه كمان مع السترينج اللي هو شيء بنسميه ORD. ORD هو عبارة عن فانكشن اقتران، بعطيه حرف برجع لي رقم الحرف هذا ترتيبه. اوكي، ORD order، اختصار لكلمة order، هي اختصار لكلمة order. فعلى سبيل المثال هناخذ مثال عليها ال ORD هاي، مثلا الان بتساوي، او مثلا تكتب letter بتساوي حرف ال A small. لو بدي اطبع مثلا بدي اقول له مثلا الجي بتساوي ORD للتر، احنا عارفين شو اللي قاعد بيصير صح؟ هون عملنا متغير اسمه لتر، خزنا فيه حرف واحد اسمه الـ A small. الجي استخدمنا فيها الفانكشن اسمه ORD مع اللتر اللي هو الفاريبل هذا اللي عندي هون اللي استخدمناه هون، فراح يروح يجيب قيمة الفاريبل اللي هي A small وراح يعمل لي عليها ORD. فORD مع قيمة الـ A small هاي معناها انه رجع لي رقم الـ A، الرقم تبع الـ A قديش الكود تبعها، الرقمها اللي انت اللي مخزن بالكمبيوتر. قديش رقم الـ A small؟ اعتقد 97 صح؟ هون الـ G بتصير 97، لو قلنا له print G 97، هي 97 ولا 96 ولا 97. اوكي، فلو حطينا A capital الجي قديش راح يكون رقمها معناته؟ 65 بالضبط. فبالتالي هون لو طبعنا راح يطلع لي 65. لو عملنا فراغ
قديش راح يطبع لي؟ 32 صفر ذاكرين صفر قديش؟ 45 48 والتسعة 57 فبالتالي أي رقم أنت بتقدر تدخله إذا دخلت هون 90 على سبيل المثال واستخدمتها مع الـ ORD راح يقول لك error لأنه الـ ORD ما بتقدر تستخدمه لغير مع جملة من حرف واحد فقط هاي مهمة جدا المعلومة ما بصير استخدمه لغير من حرف واحد فقط زي إيش يعني إيش تعكسي يا دنيا شو يعني قصدك يعني مثلا انا احكي له مثلا print name zero وهو يعد لي بصير كيف يعني name zero قصدك هون هيك لا هي؟ مثلا تحكي print بدل g name وبين قوسين zero وانت فوق اصلا يكون عندك اسم من وين تجيب النيم ما هو بيكون عندك قصدك اللتر هون بالحاله هاي اللتر يعني بصير يعد يعني بعد لي الاحرف عادي بيطلع لي بيطلع لي الحرف مثلا ار لا لا هيك بطلع لي الحرف نفسه هاي راح ناخذها هسه اخرى شوي خليها شوي لقدام بس هيك بطلع لي الحرف نفسه انا باستخدام الاو ار دي بدي الرقم تبع الحرف قيمه الحرف في فرق بيناتهم وضحت الاو ار دي بترجع لي قيمه الحرف القيمه تبعت الحرف اللي استخدمناها اوكي هسه لقدام راح نجيها الطريقه تبعتك اللي انت استخدم فيها الساعه حكيت لنا اياها هاي بالنسبه للاو ار دي فبالتالي الاو ار دي مع حرف معين مثلا طبعا في كثير من الطلاب بيخربطوا لما يكتبوا زي هيك لتر هاي صارت غلط بالحاله هاي او ار دي مع جمله اسمها لتر في فرق كبير بين لما تكتب G بتساوي زي هيك وبين لما تكتب زي هيك بدون quotation هون اوكي الفرق بيناتهم انه سطر 14 انت عمالك بتحكي للكمبيوتر يا كمبيوتر اعطيني الـ ORD للكلمة letter السطر رقم 15 انت قاعد تحكي للكمبيوتر يا كمبيوتر اعطيني الـ ORD للمتغير اللي اسمه letter في فرق كبير بيناتهم هون 14 خطأ ليش؟ لأنه الـ ORD ما بيأخذ إلا غير لحرف واحد هون الـ ORD لما يروح يجيب قيمة اللتر بيلاقيها حرفين فبالتالي راح يعطيني عليها خطأ هيك صارت صح جملة رقم 15 لكن جملة رقم 14 still خطأ ما راح يعطيني عليها والآيات إشي أوكي؟ فـfeature شو بنستفيد من اللين؟ سجل اللين بنستفيد منها أنه بتعطيني عدد الأحرف تبعات الجملة فبالتالي لو استخدمنا اللين مع قيمة المتغير اللي اسمه letter هون راح يرجع لي واحد إنه دليل على أساس إنه فيها حرف واحد إذا كانت على سبيل المثال 90 فيها حرفين 900 فيها ثلاث أحرف فقيمة اللين راح تكون ثلاث وهل بجرى شو اللي بيعلق عندك اكتبي لنا عندها بيعلق الصوت النت عندك بدها تكون النت عندكم بدها تكون بطيئة شوي ممكن حاولوا تلاقوا مكان آخر غير المكان انتم قاعدين فيه لحتى يكون الشبكة بجزء أقوى أوكي؟ تمام فبالتالي رجاء ميزوا بين استخدام الـ ORD بالطريقة هاي وبين استخدام الـ ORD بالطريقة هاي انت إذا بدك اسم متغير أو إذا بدك اسم variable فبالتالي ممكن كمان زي هيك تكون على سبيل المثال A أو A مثلا زي هيك إياها الصح 14 ولا 15 عادي 15 صح دكتور 15 14 غلط ليش غلط لأنه ما في له مكان بالذاكرة بحسب لك قديش إنه ما في متغير فوق الجي بالضبط ما في متغير عرفناه أو فيها اسمه إيه بالضبط كيف بدي اخلي سطر رقم 14 اعطيني جمله اكتبها هون بسطر رقم 13 بحيث انه سطر رقم 14 يصير صح دكتور مثلا ايه تساوي بتساوي احط مثلا دبل كوتيشن وفيهم حرف واحد بس حرف واحد بالضبط اذا حطيت حرفين
غلط، ما راح يعطينا قيمة غلط بالضبط. بالضبط. حرف واحد بصير، رقم بصير، زائد بصير، تقسيم بصير، ناقص بصير، قوس بدك إياه، ضرب، علامة سؤال، هيك أي شيء بصير، ما فيها مهم إشي واحد مش أكثر. المهم إشي واحد بالضبط داخل جملة، هاي أهم إشي. أوكي، فالسترينج بتقدر تحط فيها شو اللي بدك إياه، ما فيها مشكلة، بتقدر تحط بالسترينج اللي بدك إياه ما فيها مشكلة. لكن هون اللي بدنا نعرفه إنه مع الـ ORD لازم يكون، إذا بدك تحط string كـ variable لازم يكون طولها واحد، إذا بدك string عادية لازم يكون كمان طولها واحد، ما بصير تكون طولها أكثر من واحد. الـ ORD شو بيساوي؟ بشوف الرقم بيعطيني الرقم، بشوف الحرف بيعطيني الرقم، بشوف الحرف قيمته بالنسبة للبايثون، قيمته بالنسبة للكمبيوتر، هي قيمته لجدول عنده بنسميه قيمته، في جدول ثابت موجود معروف في كل العالم لكل الأحرف الموجودة بالعالم، هذا الجدول اسمه Unicode Characters، Unicode هيك بنسميها Unicode. أوكي، هذا Unicode معروف بكل العالم، كل حرف بالعالم وشو قيمته. ولما أحكي كلمة حرف ما بعني إنه ألف وباء وجيم وحاء وA وB وسي، لا، بحكي أي إشي ممكن يكون عندك على شاشة الكمبيوتر لأحرف، مثل على سبيل المثال علامة تعجب، مثل نقطة، مثل أكبر، مثل أقل من، مثل زائد، مثل ناقص، كل الشغلات هاي موجودة تيبل جدول واحد اسمه اليونيكود كاركترز. اليونيكود كاركترز كل الأحرف الموجودة بالعالم، صيني، روماني، هندوسي، عربي، ياباني، أي إشي بدك إياه موجود بالجدول هذا، كل الأحرف هاي لها أرقام ثابتة. كلمة ثابتة يعني الـ A small عندنا هون 97، لو تروح لأي كمبيوتر موجود بالعالم وتنفذ الـ ORD إلى الـ A برضو بيعطيك 97 ثابتة، ما فيهم يعني بتغيرنش. مثلاً كثير من الطلاب بيفكروا انه والله الـ A string هاي لازم اكتب فيها انجليزي، لا، الجواب لا، مش بس انجليزي، بقدر اكتب فيها عربي. هاي مثلا B بتساوي على سبيل المثال تكتب عربي عبد الرؤوف، بقدر اكتب كمان بالصورة هاي، لا هيك مش غلط، هيك تمام بصير، تمام، صح، فكرت هيك بصير، ما فيها مشكلة. اوكي، فبالتالي بقدر اكتب احرف باللغه العربيه، بقدر اكتب احرف باللغه الانجليزيه، بقدر احرف بالهيروغليفيه، بقدر بالهيروغليفيه بتقدرش، بالصينيه، باليابانيه، باليونانيه، باي لغه بالعالم تقدر تكتب بالاحرف هون. ليش؟ لانه كل حرف له يونيكود كاركتر بيختلف عن الثاني. اول حرف هون مثلا خلينا نكتب A بتساوي عبد الرؤوف مثلا، هسه هاي الجمله تبدا من اليمين لليسار، بينما هاي تبدا من اليسار لليمين، يعني هسه راح نجيها اخرى شوي. هاي اول حرف بهاي الاي كابيتال، اول حرف فيها، هاي اول حرف فيها حرف العين، لانها تبدا من اليمين لليسار، حسب اللغه اللي انت بتستخدمها بيعرف الكمبيوتر مين اول حرف انت كتبته. وضحت النقطة هاي؟ هاي لقدام، هسه راح أسألكم عنها كمان مرة ثانية. أوكي؟ فبالتالي هون أول حرف اللي هو حرف العين، آخر حرف حرف الأف، هون حرف الـ A هو أول واحد، حرف الأف هو آخر واحد. تفضل. دكتور، طب لو أنا بدي أعرف قيمة حرف داخل هاي الكلمة، يعني هسه بقول لك إياها. تمام. هسه بقول لك إياها. قيمة الحرف هاي. أوكي؟ هسه الـ ORD تمام أموره؟ هو عبارة عن طريقة لحتى أعطيها حرف يعطيني الرقم تبع الحرف هذا. أوكي، كان الله بالسر عليم، ممتاز. هسه لحتى نستخدم شغلة ثانية مع هالحرف هذا اللي هو مع الطريقة هاي، في إشي بالسترينج إشي بنسميه سلايسينج، تقطيع، سلايسينج. أوكي، السلايسينج هو عبارة عن كالتالي، أو قبل سلايسينج خلينا نأخذ الاندكسينج. الاندكسينج، الاندكسينج هو إنه بقدر أخذ أي حرف من جملة معينة، لكن مشان أخذ الحرف هذا أنا لازم أعرف وين موجود.
هسا الأحرف الموجودة بالمتغير اللي اسمه إيه عبد الرؤوف، هاي كل حرف موجود بغرفة، هاد بغرفة، هاي بغرفة، هاي بغرفة، ال دي بغرفة والفراغ هاي بغرفة، وكل واحد من هذولا موجود بغرفة. هذا اللي حكيناه أول إشي. نفس الإشي الجملة هاي، العين بغرفة، الباء بغرفة، الدال بغرفة. بالمناسبة التنوين والفتحة والضمة والكسرة والسكون كل واحدة كمان تتخزن بغرفة، أوكي؟ والشدة كل واحدة من هذول كمان تتخزن بغرفة. الحرف الواو والألف هاي فوقيها ألف، هاي غرفة واحدة، لكن الهمزة لحالها غرفة. وهلو مجرى أنا الشغلات كلياتها رح نشوفها لقدام، لكن حاليا كونه كل حرف من هذول مخزن بغرفة، عملية الاندكسينج معناها انه اعطيني الحرف الموجود بالغرفة رقم ابتداء من صفر. يعني كالتالي بقدر اقول print a مع صفر. هسا شو معنى هالعملية هاي؟ معناته انت هون عملت اندكسينج بالمتغير اللي اسمه a بالغرفة رقم صفر، بالمتغير اللي اسمه بالغرفة اللي اسمها a. فالغرفة اللي اسمها a فيها عبد الرؤوف. الاندكسينج صفر معناته انت بدك اول حرف اللي هو حرف الاي، فبالتالي برنت اي للصفر شو راح يطبع لك؟ حرف الاي كابيتال لحاله، فهاي راح يعطيك فيها حرف الاي من صفر، لازم دائما ببلش من صفر، فهاي موجود بالغرفه رقم صفر. هاي بالاند، هاي خلينا نسميها بالاندكس، اندكس رقم صفر. بالاندكس رقم واحد البي، الاي بالاندكس رقم اثنين، الدي بالاندكس رقم 3، وهلو مجرد لاخر حرف موجود فيها موجود بالاندكس رقم اخر حرف لها. اوكي، هاي معنى الاندكسينج. هسا لاحظ الشغله اللي كثير بخربط فيها الطلاب، لما اجي استخدم الاو ار دي واللي هي عباره عن فانكشن، او اللين واللي هي برضو عباره عن فانكشن، لما اجي استخدم اي فانكشن بالبايثون لازم استخدم الاقواس هاي بالشكل هذا، اللي هو شيفت مع 9 او شيفت مع 0 عشان تذكير القوس. اوكي، البرنت تاخذ الشكل هذا، بينما الاندكسنج لازم اخذ الشكل هذا. غلط اخذ الشكل الثاني، هذا لازم اخذ هذا الشكل. لما تيجي بدك تعمل اندكسنج ممنوع تستخدم لغير هذا الشكل، هذا الشكل بنسميه براكتس، هذا الشكل بنسميه بارانثيسيز. في فرق بيناتهم بالنسبة للكمبيوتر، احنا حكينا بجوز أول محاضرة لما كنا نشوفكم على خير إن شاء الله بنشوفكم عن قريب، إنه الكمبيوتر أغبى آلة اقترحها الإنسان، حرف واحد غلط بالبرنامج كل البرنامج بينعطل، فبالتالي ما في داعي لحتى نعمل مشاكل بالطريقة هاي بالاستخدام. لما تيجي بدك تستخدم function بحط هذا القوس، لما أجي بدي أعمل indexing بحط هذا القوس البراكتس. فالindexing مع صفر معناها هاي، معناها اندكسينج مع صفر معناته انت بدك الحرف الاول، بينما لو استخدم بي مثلا، بي بالحاله هاي بي مع صفر شو راح يطبع لي؟ اي حرف؟ عين، اول حرف العين. بالضبط حرف العين، اول حرف بالجمله اللي اسمها بي اللي هو حرف العين. اوكي، فبالتالي اي سطر اللي اعطاني على الايرور؟ اي سطر اعطاني عليه؟ هاي اوكي، هون اعطاني حرف الاي. طلع احد وين بيطبع لك اياه؟ على اليمين، ما بيطبع لك اياه على اليسار لانه انت قاعد تطبع بالعربي. اوكي، فيعني في شويه ذكاء بالموضوع خلينا نحكيها. لكن لما تطبع اي مع 3 اي حرف راح يطبع لك؟ دي، دي، دي. بالضبط، لو حطينا 4 على السبيس بيطبع، لو حطينا 4 بيطبع سبيس. وانت بتفكر بتشوفه هون على اساس انه ما طبع شيء، لكن هو فعليا طبع حرف واحد اللي هو السبيس. اوكي، وعليها وقيس. هاي العمليه بنسميها اندكسنج. هسه الاندكسنج يدخل كمان بكثير شغلات، مثلا ممكن اعمل كالتالي على سبيل المثال، هون بدي اكتب كالتالي: ORD افتح قوس
A bracket صفر. لاحظ كيف صار شكلها كلياته. شو معنى هالجملة هاي؟ إنه يا كمبيوتر اطبع لي ترتيب الحرف الأول حرف بالجملة اللي اسمها A اللي هو بالمكان رقم صفر، مشان هيك أول حرف. شو أول حرف بالغرفة اللي اسمها A؟ اللي اسمه A capital. قديش رقم الA capital؟ مش الـ ORD برجع الرقم تبع الحرف؟ 65. 65. فبالتالي هاي الجملة كنت لقيت رح تطبع لي 65. أوكي؟ هسا لو حطينا B على سبيل المثال، شو معناها صفة؟ إنه رح تروح على الجملة اللي اسمها B وجيب لي أول حرف فيها اللي هو حرف العين، وجيب لي ترتيب حرف العين حسب جدول اليونيكود اللي هو بجوز 1500 وشي. أيوة 1593. 1593 هو ترتيب أو رقم حرف العين بالجدول اللي عنده اليونيكود كاركترز. أوكي؟ فبالتالي بتقدر تحط أيات شيء. إذا حطينا مثلا على سبيل المثال بدي أشوف مثلا الزائد، بدي أشوف قديش الترتيب الزائد، شو لازم أحط له هون؟ إيه للصفر بصير؟ سيكتب زي هيك ولا لا؟ بصير. فبصير ترتيب الإشارة الزائد اللي هو 43. أوكي؟ فالزائد كسترينج زائد كرقم 43، هيك معناها. والكمبيوتر بيتعامل شيء غير مع الأرقام، كل شيء بيحوله لأرقام بالنهاية. أوكي؟ وضحت الحالة الشغلة هاي؟ هسا على سبيل المثال لو حطيت مثلاً A زائد B مثلاً زي هي، ورح حطيت هنا A للصفر، شو رح يعطيني؟ قديش الترتيب؟ 97. 97 بالضبط. ليش؟ لأنه الA للصفر اللي هي الA small، الORD للA small اللي هو 97. أوكي؟ 97. فعليها وقيس الشغلات هاي الثانية كلياتها. هسا بالنسبة لهاي بالنسبة للإندكسينج. هسا دكتور لو حطينا بدل بس هلو. احكي. لو حطينا بدل لينث، لو حطينا بدل ORD لينث ايش بيعمل؟ تعطينا ايش لينث؟ ليش هون لين مش لينث؟ لينث ما فيش في لين. لين للجملة هاي قديش طول الجملة هاي؟ هاي كم حرف هاي؟ ثلاث. اللي بين اقواس كم حرف؟ ثلاث ولا واحد؟ واحد. واحد بين اقواس بالضبط. الاي صح ثلاث، لكن الاي للصفر حرف، فبالتالي لين للاي للصفر قديش راح يرجع لي؟ واحد. فبرنت للواحد راح يطبع لي واحد، راح يطبع لي واحد. وضحت هاي اللين. الORD انت للحرف هذا بدك ترتيبه اللي هو 97، في فرق بيناتهم. اوكي، لو حطينا مثلا ORD للA للصفر زائد اللين للB واحد، قديش راح يطبع لي؟ 97.2. هاي قيمتها قد ايش؟ 97 راح 97. 97 قيمتها قد ايش؟ واحد المفروض. واحد بالضبط. البي للواحد حرف الباء، حرف الباء قد ايش طوله؟ حرف واحد. 97 زائد واحد 98. دكتور دائما ببلش العد من صفر. العد بايش من صفر؟ بالاندكسينج. من صفر ببلش دائما، دائما ببلش من صفر. هسا ابسط شغله بالاندكسينج، لك قدام راح ناخذ شغلات ثانيه. اوكي، هسا كونه حكينا على الاندكسينج انه دائما ببلش من صفر، كمان الاندكسينج بقدر ابلش فيه بارقام سالبه. السالب بالاندكسينج معناها من اليمين لليسار بالانجليزي ومن اليسار لليمين بالعربي، يعني بالعكس. السالب معناها الاشاره من وين يبلش، من الطرف الثاني. فعلى سبيل المثال هاي صفر موجودة بالغرفة رقم صفر، هاي بالغرفة رقم واحد، هاي بالغرفة رقم اثنين. هسا لو بدي يبلش بالعكس بهاي على سبيل المثال بصير تقدر تجيبها بطريقتين. هاي بقدر اجيبها بطريقتين، يا انه الحرف الثاني من هون او الحرف الاول من اليسار او من اليمين عفوا. مشان اقول الحرف الاول من اليمين مش من اليسار بحط سالب، اول حرف واحد. فبالتالي لو اقول له زي هيك مثلا print a مع سالب واحد
مع سالب واحد شو صفه معناها؟ بتقول له يا كمبيوتر اعطيني اول حرف بالعكس من الجمله اللي اسمها ايه. هيك بقراها، اول حرف بالعكس من الجمله اللي اسمها ايه. شو اول حرف بالعكس من الجمله اللي اسمها ايه؟ بي. البي. بي. فبالتالي لما يطبع بتطبع لي حرف البي، لما يطبع بتطبع لي حرف البي. طيب لو بدي احكي له بدي ثاني حرف بالعكس شو هو؟ حرف الزائد. زائد بحط وانا اثنين اللي هي الزائد، وهلا مجرى ثالث حرف زي هيك. لاحظ بالسالب ما بتبدا من صفر، بتبدا من واحد بالسالب، بالموجب بتبدا من صفر. في فرق بدك دير بالك، كثير من الطلاب بخربطوا فيها هاي. اوكي، فبالتالي سالب ثلاث شو راح يطبع لي؟ حرف الاي. اعطيني طريقه ثانيه اطبع فيها حرف الاي اول حرف غير طريقه هاي. صفر 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 الى الصفر. ايه صفر هي للصفر بالضبط بكل بساطه، صح ولا لا؟ فبالتالي مشان اطبع اول حرف عندي طريقتين، يا بطبع ايه للصفر او بطبع ايه للناقص ثلاث بالحاله هاي. طيب اذا حطينا ايه للسالب اربعه شو تتوقع يعطيني؟ رح يعطي فراغ، ما في شيء. لا مش فراغ، ايرور. ايش؟ ايرور ولا فراغ؟ ايرور. لا لا رح يعطيني شو؟ بقى ايرور. ايرور. الايرور هذا ايش هو؟ بيقول لي انه ما في حرف رقم أربعة عندك بالجمله هاي، فيش. لان هاي الجمله فيها ثلاث. بالبايثون يعتبر رقم صح دكتور؟ قبل شوي الفراغ بالبايثون يعتبر رقم. اه لما قلت دكتور آه الايه الاربع، الايه الاربع شو دقيقه؟ لا احنا من الايه بدنا الايه هيها عبد الرؤوف بي. لا صح ولا لا؟ الجمله اللي قبلها، الجمله اللي قبلها كنت كاتب عبد الرؤوف في الانجليزي او مش عارف كان في عبد. اوكي اه قلت الايه الاربعه ما بتطلع الدي لانه بدك تبلش من الصفر. الايه الاربعه بتطلع شو الدي؟ هاي صفر واحد اثنين ثلاث الدي. اه تمام، لانه قبل شوي هسه دكتور انت كتبت السلاح طلعت بي. هسه احنا كل مثال خليه على جنب. هسه ايه للاربعه برنت ايه للاربعه شو راح يطبع لي؟ هون بيطبع الايه. الايه هاي صفر حرف الايه هون واحد, واحد اثنين ثلاث اربعه، فبالتالي راح يطبع لي ايه سمول صح ولا لا؟ هسه لو حطينا سالب اربعه شو معناها؟ برضو ايه بلش من اليسار من اليمين بلش من العكس. صفر واحد اه راح يطبع اثنين هاي واحد عفوا اثنين ثلاث اربعه من اليمين ما ببلش من الصفر. اه من اليمين ما ببلش من الصفر برضه ايه، بس الايه اللي طبعها هون بتختلف عن الايه اللي طبعها هون. واحده يمين واحده اوكي واحده يمين واحده شمال بالضبط. هسه اذا بدي اخذ البي على سبيل المثال، البي مع سالب اربعه ايش هو؟ ايش راح يطبع لي اياه؟ الف الف حرف الالف. هاي سالب واحد لا راء. هاي سالب اثنين راء. هاي سالب ثلاث الراء. هاي سالب اربعه راح يطبع لي حرف الراء صح ولا لا؟ راح يطبع لي حرف الراء سالب اربعه. وضحت؟ اكيد تمام الامور. طيب الاي من البي مع سالب واحد، مين هو اول حرف بالبي من اليسار؟ عين الفاء. واحدة طيب الفاء من اليسار في سالب بالموضوع صح ولا لا؟ مش الواو. ليش مش الواو؟ لا تفكر انه الاف سالب واحد مش من صفر، ما في صفر تمام. بالعكس ما فيش ما فيش صفر، سالب واحد هو اخر حرف على اليسار. اوكي طيب اعطيني طريقة كمان، في حدا هون ممكن يعطيني طريقة لحتى يطبع لي دائما آخر حرف بالجملة بغض النظر عن طولها قديش؟ أنا بعرف إيش طولها، بدي طريقة بحيث أعطيني حرف الإي مثلا هون الجملة اللي اسمها إي. أوكي بدي أدخله هنا input enter name، بغض النظر شو النيم اللي دخل لي، بدي دائما جملة هون يطبع لي اخر حرف موجود عندي هون بالجمله اللي اسمها ايه. كيف؟ انه نحط سالب سالب واحد دكتور. سالب واحد هاي اول طريقه، هاي دائما بتعطيني اخر حرف موجود عندي بالجمله صح ولا لا؟ او ايش اعطيني طريقه ثانيه print a مع ايش مشان يعطيني اخر حرف دائما الصفر
الصفر أول حرف. صفر أول حرف. هاي سالب هاي. كيف ممكن أستخدم هاي بالموضوع؟ دكتور اللينث تساوي إن سالب. إنه نعطيه شرط إنه يطلع طول اللينث ويحطه بال. إنه اللين سالب واحد. ليش اللين سالب واحد؟ خلاص إحنا سالب واحد هاي خلصناها. أنا بدي آخر حرف السعياء. كم ممكن أكتب؟ أكتب زي هيك مثلاً اللين مع الإي. طلع عليها كيف صار شكلها؟ اللين مع الإي. هل هيك صح؟ آه صح. لا مش صح. لا مش صح. شلون صح؟ غيرين لأنه صح. هيك راح تبطل الإي. لا. هيك شو معناها؟ دكتور لو عم نشرح اسمها ايه يعني عدد احرف الايه قديش عدد احرف الايه لنفرض انها مثلا اي بي سي ثلاث الايه الثلاث قديش تمام دكتور ناقص واحد دكتور مش بحط ايه ال 11 بالضبط الايه الثلاث في ايه الثلاث لا ما في هون ما في ايه الثلاث في ايش اخر حرف موجود عندي ايه الاثنين هون اثنين هون ايه لا الاثنين اللي هو اللي ناقص واحد دائما فهاي المعادلة راح تستخدمها كثير بحياتك اللي هي اللي ناقص واحد اللي للجملة ناقص واحد هاي آخر حرف موجود عندك عدد الأحرف تبعتها هو اللي لكن كونه بيبدأ الترميز من صفر فبالتالي لازم آخر حرف يكون سالب وناقص واحد وضحت الطريقة؟ احنا ما ضلش معنا خص الوقت اذا حدا عنده